رحبت مصر بقرار كل من النرويج وايرلندا واسبانيا الاعتراف رسميا بدوله فلسطين في خطوه مقدره تدعم الجهود الدوليه الراميه الى خلق افق سياسي يؤدي الى اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. ودعت مصر في بيان لوزاره الخارجيه الدول التي لم تتخذ هذه الخطوه بعد الى المضي قدما نحو الاعتراف بدوله فلسطين اعلاء لقيم العالم. عدلي والإنصاف ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود وبتمكينه من إقامة دولته المستقلة هذا وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزه ووقف الاعتداءات العسكريه الاسرائيليه في القطاع لا سيما في مدينه رفح الفلسطينيه